حمودي، احمد حمودي عدى، حمودي شال واحده حلوه قوي المره دي بقى ملعوبه. يا ولد يا ولد يا ولد، وسع انت. وليد سليمان هو اللي يسجل، قال له وسع يا عزارو، انا اللي اسجل. وليد 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 دائما وابدا، وليد سليمان هو الحل بهذه اللمسه، بهذا الارتقاء الرائع. النادي الاهلي يسجل، حمودي يصنع، ووليد سليمان يسجل امامنا بارتقاء من اكثر اللاعبين في الملعب، لكن اكثرهم دهاء، اكثرهم اصرار، اكثرهم رغبه، ويسجل بعدما تالق وسجل في مرمى منادى وسجل في مرمى الحريه امامنا هنا في هذه اللقطه. الهدف الافريقي رقم 13 لوليد سليمان امامنا هنا من خلال حضرتك وضغط المباريات على طول. الكره ملعوبه حلوه قوي، احمد فتحي ازارو يحط جسمه، ادي ازارو، ولكن قوه البنيان برضو عند عبد القادر يحييها. والهدف الثاني، الهدف الثاني، هي 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 اسلام محارب، وهو محارب يقاتل على الكوره ويسدد امامنا. اسلام محارب كنت بحكي سجل في تاونشيب وسجل في مرمى الحريه، وامامنا هنا في هذه اللقطه الفرحه اهلاويه، لان اسلام محارب يضعها باقتدار، واي اقتدار في هذه الكره في هذه اللقطه. ورساله للجماهير العاشقه المحبه للاهلي هنا من اسلام محارب، الجماهير في الملعب خارج الملعب في اي مكان لها الحق ان تفرح، لان هنا اسلام محارب المحارب في هذه اللقطه يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في مرمى امامنا هو مصطفى زغبة. كره في الشباك، حاول عليها في الاولى، ترتطب في القائم ثم داخل المرمى وتتخطى خط المرمى ورايا من اتانجو، وهدف ثاني هنا للنادي الاهلي. فرحه الاهلاويه فرحه كبيره. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.